السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد السوفوس يو تي ام بيزك كونفجريشن. هنبدأ رحلتنا مع السوفوس. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي أنا عندي أهو المكنة بتاعة السوفوس، بعد بقى ما إيه ظبطتها زي ما إحنا إتكلمنا، أما هي كانت سسبند أعمل لها بقى إيه ريزم. ادي المكنه قامت اهي. الاي بي بتاعه كام بقى؟ اف كونفيج اهو ايثرنت 0 192.168.1.253. الاول بس تعالوا نعمل بينج على الاي بي ده، سي ام دي بينج 192.168.1.253. هو بينج على السوفوس اهو، عظيم. تعالوا بقى نفتح الايه السوفوس. عظيم. الجافا سكريبت، بصوا احنا حصلت لنا المشكله دي واحنا بنسطب السوفوس، بس احنا ايه قلنا هنفتحه من جوجل كروم 1.253. اليوزر نيم ادمن، الباسورد عظيم جدا. طيب، من الملاحظ ان انا عندي ايثرنت 0. لو بصيت كده هنا ايثرنت 0 الستيت بتاعته اب، حالته كفيزيكال فيزيكلي حالته كلاير 1 اب، اللينك حالته كلاير 2 اب، عظيم. طبعا لو احنا بصينا هنا دي الفيتشرز بتاعت الايه السوفوس، فاير وول انتروجن بريفنشن از ان اكتف، ويب فلترنج از ان اكتف، نتورك فيزيبيليتي از ان اكتف. طبعا احنا هنشتغل على بعض الايه الحاجات الخاصه بالسوفوس، بس احنا مبدئيا كده نبدا بايه بيزك كونفيجريشن. احنا نبدا بيزك كونفيجريشن. طيب لو انا رحت كده المانجمنت، تعال نروح مثلا الى سيستم سيتنجز. يعني احنا بنحاول انا وانتوا ايه نتعرف على الاي اس سوفوس، دي الجزئيات اللي احنا عملنا لها كونفيجريشن وقت ما احنا كنا بنسطب الاي اس سوفوس. ممكن انت تغيرها من هنا، التايم اند داتا اهو، اوكي. الشيل ده اللي هو اللي عايز يخش مثلا على السوفوس ريموتلي ثرو ال اس اس اتش. ممكن تقول هنا باسورد فور يوزر روت، اخليه مثلا تمام. سيت ذا باسورد فور ذا سيستمز فور ذا سيستم شيل يوزرز ليفينج ذا يوزرز فيلز امتي ويل بريزيرف ذا اكزيستنج باسورد. طيب عظيم، اوكي. وبعد كده هعمل set specified passwords، وبعدين يعني اللي هيخش بالروت هيكتب الباسورد اللي انا كتبتها عند الروت، باللوجن يوزر يكتب الباسورد اللي انا كتبتها عند الايه اللوجن يوزر. طيب عظيم جدا. الباك اب الريستور ده لو عايز اخد بقى ايه باك اب من السوفوس، ممكن اعمل هنا ايه كرييت باك اب، تمام. اوكي اعمل هنا كرييت باك اب كرييتد سكسسفولي، تمام. ادي الباك اب اهو نزل، تمام. وبعدين انا لو عايز اعمل له بقى ايه داونلود عشان انزله عندي، تمام. داونلود باك اب اهو، وبالتالي انا هاخد بقى الايه نسخه الباك اب دي. اوبن داونلودز شوين فولدر، وبعدين هاخد نسخه الباك اب دي. الباك اب دي بقى تفيدني في ايه؟ لان انا لو جيت سطبت السوفوس مره ثانيه انا بقى مش عايز اعمل الكونفجريشن مره اخرى، انا ممكن الود على الباك اب، الود الباك اب دي على السوفوس، تمام. وبالتالي ياخد الكونفجريشن بتاعتها. طيب يعني نحاول كده ان طبعا ده لو عايز اعمل ريستارت او شت داون او ريستارت للسوفوس، اوكي.
طيب لو احنا مثلا ده بقى طبعا لو انت عايز ايه تشيل اللوجو بتاعت الايه اللي بتظهر لك على بيقول لك هنا some system messages to end user support showing a company logo، يعني بعض الايه المسجات اللي انت لو تعمل اكسس ليست او بوليسي على يوزر هيظهر له مثلا ان مثلا انت denied ويجيب له اللوجو بتاع الايه السوفوس، بيقول لك اعمل ريموف ولا لا. من المستحسن ان انت تعمل ريموف للوجو، تمام؟ انا مش هعمله ريموف، بس انا يعني من المستحسن ان انت تعمل له ريموف عشان ما تعرفش اليوزرز. حاول بقدر الامكان ان انت ما تعرفش اليوزرز ايه نوعيه اليو تي ام اللي انت مستخدمها، لان هو لو عرف خلاص ان انت هتستخدم سوفوس ممكن يروح يدور على الانترنت او كده على الثغرات الموجوده في الايه في السوفوس. طيب كلام جميل. تعالوا بقى نخش على definitions and users. تمام، ايه definitions and users دي؟ بصوا يا جماعه تعالوا مثلا نخش على network definitions. اوكي، انا عندي كام فيلان؟ انا عندي 4 فيلان، صح ولا لا؟ عندي فيلان 10، عندي فيلان 20، عندي فيلان 30، عندي فيلان 40. ممكن اروح للسوفوس، تمام، لان انا هعمل policies على الايه الخاصه بالفيلانز دي، واضح؟ ممكن اروح للسوفوس واقول له ايه network definition. فيلان 10 اسمها ايه؟ اي تي. اوكي، التايب بتاعها نتورك، السبنت ماسك بتاعتها سلاس 27، النتورك بتاعتها 192.168.16.0.0. تمام، هنا بقى في ادفانس لو انت عايز تحدد للسوفوس انت الفيلان دي موجوده فين، او على يعني هتدخل لك من انهي انترفيس، واضح؟ طب انا هحط هنا سيف. عظيم، فنزلت ايه الديفينيشن عندي. انا هستفاد من الديفينيشن دي بايه؟ ان انا لما اجي اعمل بوليسي مثلا عايز اقول له بص امنع الفيلان 10، اوكي، ان هي تطلع على الايه الانترنت مثلا على او على بورت 80 او 443، فانا ممكن فانا هروح للسوفوس واقول له ايه امنع اي تي، امنع الايه الاي تي، وهو بيريفير للاي تي لمين؟ للسبنت ماسك دي، واضح؟ كلام جميل. طب ممكن اعمل نتورك ديفينيشن مره كمان، اعمل ايه ده اي تي ماشي، بعد كده سيلز 172، مش عارف ليه 192 لازقه في دماغي، 16.0.32 سلاش 27 وادوس سيف، وبعدين نتورك ديفينيشن مره كمان بي ار. عظيم، اي بي في 4 172 16.64 سلاش 27 سيف، وبعد كده اتش ار. ممكن اعرف اما هوست ده في الديفينيشن، تمام، يعني اقول له مثلا ان الاي بي كذا اسمه كذا، واضح؟ او دي ان اس هوست او دي ان اس جروب او نتورك او رينج، يعني مش نتورك مش سب نت، لا رينج من اي بي كذا لاي بي كذا، او مالتي كاست جروب او نتورك جروب. انا طبعا ايه اشتغل على نتورك جروب يعني كذا نتورك يعني. اوكي، طيب انا اشتغل على نتورك هنا 192.168.0.96 ده الاتش ار سلاش 27 ده انا دوس سيف. عظيم، دلوقتي انا عندي ايه ده مفيش عندي الا عندي اي تي اهو وعندي اتش ار. فين السيلز؟ السيلز فين؟ طيب نكريته سيلز 032، مع اني كنت مكريت السيلز. سيف نتورك اوبجكت سيلز اوريدي اكزيستس. طيب مرة تانية كده already exists فين؟ طب نعمل هنا في find sales find ماشي موجود هنا اهو موجود اوكي نشيل هنا اوكي find عظيم تمام ممكن نعمل كده سيلز عشان بس انا اتنقلت من الصفحه الاولانيه تمام للصفحه الايه الثانيه بي ار اهو السيلز اهو عظيم موجودين. طيب كلام جميل. طيب انترفيس راوتنج نبدا بقى ايه نظبط الايه الانترفيسز، واضح؟ الملاحظ عندي يا جماعه لو رحت للداشبورد ان انا الاقي عندي انترفيس 0 دي البريجد ايثرنت 1 ايثرنت 2 مين ايثرنت 1 ومين ايثرنت 2 ومين ايثرنت 3، تمام؟
ايثرنت 1 ده. تعالوا كده نبص كده. لا لا لا. اوكي. تمام. لو انا رحت كده الى السوفوس، تمام، ورحت كده عملت كليك يمين سيتنجز، اوكي، ده ايثرنت 0. اوكي طيب، ده ايثر نت 1، ده ايثر نت 2، ده ايثر نت 3. واضح اهو. طيب لو جيت كده بصيت هنا مثلا ايثرنت 1 اخره الماك ادرس 49، ماشي عظيم. هروح الى السوفوس، اوكي، هروح الى نتورك ديفينيشن مانجمنت. لا لا لا، هروح انترفيس اند راوتنج انترفيس، تمام. فالايثرنت 1 دي اللي واصله، دي اللي واصله بين في ايه بايه يا جماعه. تعالوا كده نبص. السوفوس هنا عندي واصل بال او الايثرنت 1 اللي على السوفوس واصل عندي هنا بالايه، بالكور داش 1. لو انا فتحت الكور داش 1 وجيت عملت الشو اي بي انترفيس بريف، الاقي ان 0 ل 0 10 0 0 دوت 1، تمام، ده الاي بي بتاعه. واضح. طيب انا هروح للسوفوس اها، وهعمل نيو انترفيس، نيو انترفيس، اوكي، هسميها ان سايت، اوكي تمام. التايب ايثرنت، الهاردوير ايثرنت 1، ايثرنت 1 عظيم. الاي بي بتاعه 10.0.0.2 على نفس السبنت اللي فيها كور داش 1 وسلاش 30، او لا سلاش 30، تمام، وهدوس سيف، اوكي. والانسايد بصوا داون ليه؟ لان انا لازم اشغله كده كده، قلب اهو اب. بعد كده هروح الى نيو انترفيس برضو، تمام. اوت سايد. لو انا رحت الى السوفوس كده بصيت على كروت الشبكه مره تانية، المفترض في نت 2 ده ايثرنت، يعني ده ايثرنت 0، ده ايثرنت 1، ده ايثرنت 2. واضح. ايثرنت 2 ايثرنت 2 ده يعني كده الانترفيس ده هو ايثرنت 2، الانترفيس ده هو ايثرنت 3. واضح. طيب فانا ممكن اروح الى السوفوس واقول هعمل اوتسايد داش 1، اوكي. انا هيبقى عندي اثنين اوتسايد، والاي بي هيكون السبنت كام بقى؟ 10.0.0.28، فانا اخليها 10.0.0.29 سلاش 30، لا مش 31، 30. وبعدين الهاردوير هيكون ايثرنت 2 سيف، واعمل له انيبل، واروح الى برضو اوتسايد داش 2 ايثرنت 3. ده المتبقيه عندي بقى 10.0.0 كام بقى؟ اعتقد 32 في السبنت دي. طيب يبقى ده خليه 33 سلاش 30 اها، وادوس سيف، وهعمل انيبل. لو انا رحت الى الكايرو وجيت عملت بينج على 10.0.0.2 اهو، بي بينج على السوفوس اهو يا جماعه، او بي بينج على السوفوس اهو 10.0.0.2، ده اللي واخده اللي هو ايثرنت 1. عظيم جدا جدا. لو رحت على الداشبورد هلاقي ان انا عندي الفور انترفيسز دلوقتي اهو حالتهم اب خلاص وتمام التمام. ممكن اروح هنا ل يو ديفينيشنز اند يوزرز، اوكي، هعمل او هروح على يوزرز اند جروبس، تمام. ممكن اعمل هنا نيو يوزر، انا طبعا الديفولت يوزر عندي هو الادمن اللي انا بخش بيه، ده ديفولت سوبر ادمن يوزر. ممكن اعمل نيو يوزر هنا، اوكي، اسميه احمد رأفت مثلا، اوكي. اوكي تمام. الريال نيم برضو هو احمد رأفت. الميل ميل عظيم. طيب الاوثنتيكيشن لوكال، يعني انا اوثنتيكيت لوكالي مش من ريموت. الباسورد في ادفانسد يوزر سيتنج هنا، تمام. طيب انا مش هحتاجها. بعد كده هعمل سيف، اوكي،
ده لوكالي اهو اوثنتيكيتد، يعني انا عملت يوزر. ممكن نروح كده edit. ماشي عظيم. طيب وبعد كده ممكن اروح هنا للجروب. يعني بصوا يا جماعه، اللي هو احمد رفض ده لوكالي اوثنتيكيتد لكنه مش سوبر ادمن، يعني انا ما اقدرش اخش بيه على السوبر واقدر اعمل بيه كونفجريشن والقصه دي كلها. فهروح على جروبس، عندي سوبر ادمنز اهو، هعمل edit، هرمي فيها مين؟ هرمي فيها احمد رفض. تمام، الاكونت بتاع احمد رفض اللي هو هنا، هدوس على البراوز وبعدين هلاقي هنا احمد رفض اهو، اعمل له دراج اند دروب على كده السيف. عظيم جدا جدا. تمام، وهعمل هنا كلوز واروح يوزرز اند جروبس مره ثانيه. احمد رفض يعتبر هو دخل عندي في السوبر ادمن يوزرز اهو، تعالى نعمل تشيك. عظيم جدا جدا، اوكي سيف. بس كده انا اعتبر خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.